بسم الله الرحمن الرحيم. ديما في المنطقة التعاقبي وفي الدرس الخاص بوظيفة الذاكرة. اليوم نشوفوا إن شاء الله القلابات، وهذه القلابات فيها قلابات لا تزامنية وقلابات تزامنية، والتزامن هو كي يحدث زوج أفعال في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. وقبل ما نعرفوا بالقلاب RS هذا، نذكروا بسرعة واش درنا في الدرس السابق. وفي الدرس الأول تاعنا قارنا بين دارة توافقية ودارة تعاقبية وشفنا الفرق بينهما. وفي الدارة التوافقية قلنا حالة المخرج تتوقف على حالة المدخل ولا حالة المداخل، وسواء تعلق الأمر بدارة كهربائية أو دارة منطقية، ففي هذه الدارة كنغلقوا الضاغطة المصباح يشتعل، نحروا الضاغطة المصباح ينطفئ، وفي الدارة هذه كنضغطوا على الضاغطة يشعل هذا اللاد، وكنحروا الضاغطة يطفى اللاد. وقلنا هذه الدارة باش نرجعوها دارة تعاقبية لازم نزيد لها الذاكرة، والذاكرة في دارة كهربائية تتمثل في تماس المرحل، أما في هذه الدارة الثانية الذاكرة تتمثل في هذه الحلقة اللي نسميها حلقة عودة المعلومة ولا حلقة المعلومة المرتدة ولا حلقة رد الفعل. وفي الدارة تاعنا الكهربائية هذه نربطوا تماس حفظ التغذية، وفي الدارة هذه نربطوا حلقة المعلومة المرتدة، ونشغلوا الدارة من جديد. إذن هنا كنضغط على الضاغطة يشعل المصباح، نحرر الضاغطة يبقى المصباح مشتعل، وفي الدارة هذه كنضغط على الضاغطة اللاد تاعنا يشعل، نحرر الضاغطة يبقى اللاد مشتعل. وباش نرجع لوضعية الراحة يكفي نفتح الضاغطة هذه ونقطع التغذية، وفي الدارة هذه هذه المبدلة نديرها في الوضع المنطقي واحد. وهاتين الدارتين كما قلنا دارتين تعاقبيتين أحاديتي الاستقرار. هذه الدارة أحادية الاستقرار لماذا؟ لأنها تحتوي على وشيعة واحدة فقط. والدارة هذه أحادية الاستقرار لماذا؟ لأنها تملك حلقة رد الفعل واحدة فقط. وللانتقال من الذاكرة أحادية الاستقرار إلى ذاكرة ثنائية الاستقرار، الدارة هذه لازم نضيف لها وشيعة أخرى، والدارة هذه لازم يكون عندها حلقتين من حلقات المعلومة المرتدة. وفي الدرس السابق شفنا كيفاش نحقق ذاكرة ثنائية الاستقرار باستعمال مرحل ثنائي الاستقرار، واليوم نشوفوا إن شاء الله باستعمال بوابات منطقية كيفاش نحقق ذاكرة ثنائية الاستقرار. وقبل ما نروحوا للدارة التعاقبية تاعنا نشرحوا أولا كيفاش يمشيوا هذه الدارة التوافقية. وكما تعلمنا في السنة الأولى البوابة كي تكون من نوعها الأولوية تكون للصفر، وإذا كانت أو الأولوية تكون للواحد. ومعنى الأولوية هو أنه إذا كان مدخل من هذه المداخل الثلاثة فالوضع المنطقي صفر، المخرج حتما يأخذ الوضع المنطقي صفر. وفي الدارة الكهربائية يكفي يكون تماس واحد فقط مفتوح بغض النظر عن وضعية التماسات الأخرى. إذا كان A مثلا يساوي الصفر، المصباح هذا ما يشعلش والوضع المنطقي تاعه هو صفر. أما إذا كان هذا المدخل مثلا راهو في الواحد، يعني هذا التماس يكون مغلوق. المخرج هنا باش نحدو الوضع المنطقي تاعو لازم نروح ونشوف الوضع المنطقي للمداخل الأخرى. فإذا كان هذا المدخل أيضا فالوضع المنطقي واحد، يعني التماس هذا مغلوق. لازم نزيد نشوف الوضع المنطقي للمدخل الثالث وهو اللي راح يحدد لنا وضع المخرج. فإذا كان في الصفر، الصفر يتغلب على هذه الآحاد لأن الأولوية كما قلنا للصفر، المخرج راح يكون صفر. أما إذا كان في الواحد، المخرج يكون في الواحد لأنه في البوابة لازم كل المداخل تكون في الوضع المنطقي واحد باش يكون هذا المخرج في الواحد، ويكفي يكون مدخل واحد فقط في الصفر، وهذا بغض النظر عن المداخل الأخرى حتى يأخذ المخرج تاعنا الوضع المنطقي صفر. وفي الدارة الكهربائية هذه لازم نشوف الوضع تاع التماس سي. فإذا كان التماس مفتوح المصباح لا يشتعل، وهل المصباح يشتعل ويشتعل فقط عندما تكون كل التماسات مغلوقة، ويكفي فتح أي تماس من هذه التماسات الثلاثة حتى ينطفئ المصباح. فالأولوية إذن للمتعامل المنطقي،
هو الصفر. أما للمتعامل المنطقي أو في التحليل يكون عكس تحليل المتعامل و، فإذا كان عندنا أ مثلا في الوضع المنطقي واحد، في المخرج مباشرة يأخذ الوضع المنطقي واحد، وهنا كي نغلقوا أ ولا أي تماس من هذه التماسات الثلاثة، المصباح تاعنا يشعل ويأخذ الوضع المنطقي واحد. أما إذا كان هذا المدخل في الصفر، في الحالة هذه لازم نشوف الوضع المنطقي تاع المداخل الأخرى. فإذا كان هذا المدخل مثلا صفر، لازم نزيد نشوف المدخل الثالث. فإذا كان في الصفر المخرج يكون في الصفر، وإذا كان في الواحد المخرج يكون في الواحد. ففي المتعامل المنطقي أو إذن الأولوية للواحد، بحيث إذا كان مدخل من المداخل في الوضع المنطقي واحد، في المخرج يكون في الواحد، وهذا مهما كانت حالة المداخل الأخرى. إذن في الدارة التسلسلية ولا في المتعامل و، الأولوية تكون للصفر. أما في الدارة التفرعية ولا في المتعامل أو، الأولوية تكون للواحد. وباش نحقق دارة تعاقبية ثنائية الاستقرار باستعمال بوابات نور ولا بوابات ناند، لازم نضيف لهم حلقتين للمعلومة المرتدة. الحلقة الأولى تحقق وضعية الاستقرار الأولى، والحلقة الثانية تحقق وضعية الاستقرار الثانية، بحيث هذا المخرج نسميه كي، وهذا المخرج هو متمم هذا المخرج، إذا نسميه كي بار. وفي الحالة هذه يستحيل المخرج هذا والمخرج هذا يأخذ نفس الوضع المنطقي. فإذا كان هذا في الواحد منطقي، هذا راح يكون في الصفر، وإذا كان في الصفر هذا يكون في الواحد. ويستحيل نتحصلوا على هذا يساوي صفر وهذا يساوي صفر، ولا هذا يساوي واحد وهذا يساوي واحد. والمداخل المتبقية هذه نسميها R، وهذه نسميها S. S من سات يعني الوضع في الواحد، و R من روسات يعني الوضع في الصفر. إذن القلابات اللي راح ندرسهم فيما بعد كامل لازم تكون عندهم حلقتي رد الفعل هذه، ولا حلقتي عودة المعلومة، ولا حلقتي المعلومة المرتدة، باش تكون الدارة تاعنا ثنائية الاستقرار. هذا باستعمال بوابات نور، وهنا باستعمال بوابات ناند. وديما لازم لنا حلقتي رد الفعل باش تكون ثنائية الاستقرار، كما استعملنا واشعتين في الدارة الكهربائية. إذن المخرج هذا كي وهذا كي بار، وهنا التحكم في المداخل يكون بالمستوى السفلي، لهذا هذا المدخل نكتبه اس بار، وهذا نكتبه ار بار. وإذا بغينا نتحكمه باس و ار يعني بالمستوى العلوي، يكفي هنا نزيد عكس يعني بوابة لا، وهذه البوابة لا نقدر نحقها باستعمال بوابة ناند، وهذا بربط مدخليها البوابة مع بعضهما البعض لوضعهما في كل لحظة في نفس الوضع المنطقي. إذن هذه البوابة نحقها بوابة ناند. إذن هذه الدارة هذه نسميها القلاب ار اس. اس من سات يعني الوضع في الواحد، و ار من روسات الوضع في الصفر. المخرجين متمامين، اذا كان هذا صفر هذا يكون واحد، واذا كان هذا واحد هذا يكون في الصفر. اذا لهنا عندنا المدخل اس مرة يكون في الصفر مرة في الواحد، هنا ار مرة في الصفر مرة في الواحد. المخرج تاعي كي و كي بار، المداخل هي اس ار. المخرج كي ان زايد واحد، هذا بالنسبة لجدول الحقيقة. نغذي الدارة ونشوفه في البداية واش عندنا. هنا عندنا اس يساوي صفر، الصفر هذا متمم يساوي الواحد، الواحد هنا ما عندوش اولوية، اذا لازم نروح للفرع الثاني من الدارة. هنا عندي ار يساوي واحد، الواحد هذا متمم يساوي الصفر، الصفر عنده اولوية. إذن مهما كانت الحالة المنطقية للمدخل الآخر
مادام هذا في الصفر، حتما المخرج يكون في الواحد. لماذا؟ لان البوابة اند تاعنا لهنا متممة، وصبحت ناند، والصفر متمم يساوي واحد، ولهذا هذا لا تشتعل. هنا عندنا واحد، الواحد والواحد يساوي واحد، متمم يساوي الصفر، ولهذا السبب هذا اللاد ما اشتعلش. اذا كيكون عندي اس يساوي صفر، اذا الخانة هذه ار يساوي واحد، كي ان زايد واحد واش يساوي؟ يساوي الصفر. اذا هنا مخرج القلاب تاعنا وضع في الصفر، ولهذا لهنا نكتبو وضع في الصفر. هنا ار رجعوها للصفر، المخرج تاعنا كي يبقى في الصفر، يعني احتفظ بالوضعية السابقة، وهذه الحالة المستقرة للقلاب الاولى. وهنا على احتفظ بالوضعية السابقة نديرو تحليل صغير. هنا عندي اذا صفر متمم يساوي الواحد، الواحد ما عندوش اولوية، لازم نشوف الحالة السابقة لهذا المخرج. هذا المخرج كان في الصفر، اذا صفر والواحد صفر متمم يساوي واحد، وهنا عندي واحد والواحد واحد متمم يساوي الصفر، ولهذا السبب القلاب تاعنا احتفظ بالوضعية السابقة. نخليو ار في الصفر ونديرو اس في الواحد. وهنا واش نلاحظو؟ نلاحظو باللي المخرج كي وضع في الواحد، وبتحليل صغير نلاحظو باللي واحد وواحد متمم يساوي الصفر، الصفر عنده الأولوية متمم يساوي الواحد، ولهذا السبب هذا المخرج وضع في الواحد. واللي هنا عندنا واحد مع صفر متمم واحد واحد والواحد يساوي صفر، ولهذا السبب انطفى هذا اللاد. واللي هنا إذا المخرج تاعنا وضع في الواحد، إذا عندنا وضع في الواحد. نرجعو آس نحطو في الصفر، ومنا نخرجو باستنتاج هو أنه إذا كان مخرج القلاب تاعنا في الواحد وحطينا آس في الصفر وآر في الصفر، المخرج تاعنا يبقى في الواحد. وإذا كان هذا المخرج في الصفر وحطينا المداخل في الصفر، المخرج تاعنا يبقى محافظ على هذه الوضعية، يعني خزن هذه المعلومة اللي كان عليها قبل ما تأخذ المداخل صفر صفر. وبهذا المخرج تاعنا QN زايد واحد يأخذ الوضعية السابقة اللي هي QN. وهنا نقولوا باللي عندنا احتفاظ أو تخزين لهذه المعلومة. بقات لنا الحالة الأخيرة وين يكون عندنا S يساوي واحد و R يساوي واحد. إذا نحطوا S في الواحد و R في الواحد، وهنا نلاحظوا باللي المخرج كي يساوي واحد، كي بار يساوي واحد، وهذه النتيجة هذه غير منطقية. نديروا التحليل تاعنا، إذا لهنا عندنا واحد متمم يساوي صفر، عنده أولوية، إذا المخرج راح يكون في الواحد. هنا عندنا واحد متمم يساوي الصفر، الصفر عنده أولوية، ولهذا المخرج تاعو أيضا يكون في الواحد. وهذه النتيجة كما قلنا غير منطقية، لأنه من المفروض إذا كان مخرج من هذين المخرجين في الواحد، المخرج الثاني حتما راح يكون في الصفر. ولهذا حنا لهنا نديرو شرطة وما نعطيوها حتى قيمة. والتعليق تاعنا على هذه الحالة هي حالة ممنوعة، هي حالة ممنوعة. وهنا في المخرج كون نديرو كيو ان زايد واحد ونديرو كيو ان زايد واحد بار، كي نلقاو هنا في المخرج اس يساوي واحد و ار يساوي واحد، وفي المخرج كيو ان زايد واحد نلقاو واحد، وكيو ان زايد واحد بار نلقاو واحد، هذه نتيجة صحيحة. لكن في التعليق لازم نزيدو هذا التعليق ونكتبو حالة ممنوعة. اذا في الوضع هذا كي تكون عندنا دارة كهربائية نكتبو حالة غير محددة، وشرحنا لماذا حالة غير محددة. اما للقلاب ار اس ما عندناش الحق باش نكتبو حالة غير محددة، لانه في الحالة غير محددة اما هذا يكون مشتعل وهذا منطفئ، او هذا مشتعل وهذا منطفئ، وهذا ما لا يحدث في القلاب ار اس. ولهذا السبب لازم نكتبو حالة ممنوعة، واذا كتبنا حالة غير محددة فهذا غير صحيح. وقبل ما نكملوا الدرس نزيدوا هذه الإضافات. إذا هذه دارة توافقية تتكون من بوابة ناند، بحيث هنا حالة المخرج تتوقف على حالة المداخل. هنا كي نحطوا المدخل العلوي في الواحد والمدخل السفلي في الصفر،
ولأن الأولوية للصفر، والصفر هذا مع الواحد يعطي لنا صفر، الصفر متمم يعطي لنا واحد، ولهذا الذي اشتعل. نفس الشيء إذا حطينا هذا المدخل في الصفر وهذا المدخل في الواحد، وديما لأن الأولوية للصفر المخرج يساوي واحد، نحطهم للزوج في الصفر كيف كيف، صفر مع صفر صفر متمم يساوي واحد، وباش يطفى هذا المصباح لازم المدخل العلوي يكون في الواحد، والمدخل السفلي أيضا لازم يكون في الواحد، وبهذا واحد وواحد يساوي واحد، الواحد متمم يساوي الصفر، وهذا اللي يخلي الذي يكون منطفئ. إذن هذه دارة توافقية. إذا بغينا نرجعوها دارة تعاقبية، نحيو هذا الربط ونديرو حلقة طرد الفعل، وهنا تحصلنا على قلاب أحادي الاستقرار. لماذا أحادي الاستقرار؟ لأنه يملك حالة مستقرة واحدة فقط، نشوفوها في هذه الانيماسيون. إذن هنا لاحظوا المخرج تاعنا يتغير، الحالة هذه غير مستقرة. لماذا؟ لأنه عندما يكون هذا المخرج في الواحد وهذا ديما راهو في الواحد، الواحد والواحد يعطي لي واحد، متمم يعطي لي صفر، من بعد الصفر هذاك يرجع مع الحلقة هذه، الصفر والواحد صفر متمم يعطي لي واحد، ولهذا عندما يكون المدخل في الوضع المنطقي واحد، المخرج يكون غير مستقر. كي نحطو المدخل في الوضع المنطقي صفر، اللي هنا عندنا حالة مستقرة، بحيث هذا الصفر يتغلب على الواحد لأن الأولوية للصفر، وبغض النظر عن الوضع المنطقي لهذا المدخل، الصفر متمم يساوي واحد، وهذا ما يجعل الذي يشتعل. أما في الوضعية العلوية، ولأن الواحد ليس لديه أولوية، إذا المخرج يتغير بتغير الذاكرة. وإذا بغينا نحصل على قلاب ثنائي الاستقرار، لازم لنا زوج بوابات كما هذه، وزوج حلقات من حلقات المعلومة المرتدة، وهذا ما يسمح بالحصول في المخرج على حالتين مستقرتين هما الواحد والصفر. أما الحالة المستقرة اللي هنا فهي للواحد. إذن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية واللي ممكن يفكر فيها أي واحد منا، هي لماذا عندما نستعمل قلاب آر آس ببوابات منطقية نور، ما داخل القلاب آر و آس تكون بدون بار، والمخرج كي يتربط مع المدخل آس، أما آر يتربط مع كيو بار، وفي نفس القلاب آر آس كي نستعمل بوابات منطقية ناند، ما داخل القلاب تكون آس بار و آر بار، مع آر بار تتربط مع المخرج كي، وآس بار تتربط مع المخرج كي بار. والسبب هو عندما نحول معادلة مخرج القلاب من النور إلى الناند، ولا من الناند للنور، هنا نستعمل نظرية دي مورغان، وفي هذه النظرية الجمع المنطقي مثلا A أو B يصبح يساوي A بار و ب بار الكل منفي، وهذا ما يجعل هذه المداخل كي نستعملوا بوابات نور تكون بدون بار، اما بالبوابات ناند هذه المداخل تكون عندهم اين بار. الملاحظه الاخرى والاخيره هو عندما يكون عندنا في المداخل هذه واحد واحد بالنسبه للبوابات ناند، وصفر صفر بالنسبه للبوابات نور، هنا ديما عندنا احتفاظ، وسواء تعلق الأمر بهذا القلاب آر آس أو بالقلابات الأخرى والتي سندرسها فيما بعد. فمثلا إذا أخذ المخرج تاعنا القيمة الثنائية واحد ورجعنا آس للصفر، هنا نلاحظوا باللي عندنا واحد واحد، إذن احتفاظ، نحطوا المخرج في الصفر ومن بعد نحطوا هذا المداخل في الصفر، نلاحظوا باللي عندنا احتفاظ. إذن هذا المخطط مخطط لقلاب آر آس بحالة ممنوعة عندما يكون آس يساوي واحد آر يساوي واحد، والحالة الممنوعة هذه نقدر ننحيوها بتغيير في الربط تاع القلاب. إذا نديرو هذا الربط ونحاول نديرو التحليل بالاستعانة بالبرمجية، ونذكر هنا البرمجية اللي راني نستعمل فيها هي سيركوي ويزار مع دي بيك بان. إذا هنا كيكون عندي آس يساوي صفر وآر يساوي واحد، عندي كي يساوي صفر، إذا عندي نفس النتيجة، يعني وضع في الصفر. وكي ننتقل من الوضعية هذه إلى الصفر صفر، عندي احتفاظ، وكي يكون عندي آس يساوي واحد
R يساوي صفر، عندي وضع في الواحد، وكي ننتقل من الوضعية هذه إلى الصفر صفر عندي احتفاظ. إذا جدول الحقيقة بالنسبة للتوفيقات الثلاثة نتحصل على نفس النتيجة، وكي نحط S في الواحد و R في الواحد عندي هنا أولوية الوضع في الصفر، فالمخرج تاعي إذا لهنا يأخذ الوضع المنطقي صفر، وبالتحليل عندي واحد متمم يساوي صفر، صفر عنده أولوية إذا متمم يساوي واحد، وهنا عندي واحد مع واحد، الواحد ما عندوش أولوية إذا ما نشوفش لهذا الواحد، ونشوف للمدخل الثاني، المدخل الثاني هذا راهو في الصفر، صفر والواحد صفر متمم واحد، واحد والواحد واحد متمم صفر، وبهذا المخرج تاعنا يأخذ الوضع المنطقي صفر. إذن هذا القلاب قلاب ار اس بأولوية الوضع للصفر. المخطط الثاني اللي نقدروا نديروه هو نغير وضعية هذه البوابة مع هذه البوابة، ونديروا التحليل تاعنا من جديد. إذن التوفيقات الثلاثة الأولى من المفروض يكونوا كيف كيف، هنا عندنا S يساوي واحد، R يساوي صفر، المخرج يساوي واحد، نحط S و R في الصفر، المخرج يحتفظ بالوضع السابق، نحط R في الواحد و S في الصفر، المخرج يساوي صفر، نرجع R للصفر، عندي احتفاظ، دروك نحط S في الواحد و R في الواحد، وهنا عندي المخرج تاعي يساوي واحد. لماذا؟ لأن واحد متمم يساوي الصفر، الصفر متمم يساوي الواحد، وهنا عندي صفر مع واحد صفر متمم يساوي واحد، الواحد هذا مع هذا الواحد يساوي واحد متمم يساوي الصفر، إذا هنا عندي واحد. إذا هنا عندنا قلاب ار اس بأولوية الوضع في الواحد. التركيبة هذه أيضا نقدر ندخل عليها تغيير، وكي يكون عندي S يساوي صفر، R يساوي واحد، المخرج كي يساوي صفر، إذا عندنا لهنا نفس النتيجة، نحط المدخلين في الصفر، عندي احتفاظ، نحط S في الواحد و R في الصفر، كيف كيف عندي نفس النتيجة، يعني وضع في الواحد، نرجع S للصفر، عندي احتفاظ، نرجع S في الواحد ومن بعد نحط R في الواحد، نلاحظ باللي وضعية المخرج ما تغيرتش، إذا عندي احتفاظ، نحط S في الصفر، المخرج كي يساوي صفر، ومن بعد نرجعو للواحد مع S يساوي واحد، R يساوي واحد، المخرج تاعنا احتفظ بالوضعية السابقة، يعني بهذه الوضعية، وهذا يعني أنه في التركيبة هذه كي يكون عندي S يساوي واحد، R يساوي واحد، هنا في المخرج عندي احتفاظ، يعني عندي QN. إذا القلاب هذا واش هو؟ هو قلاب RS بحالة خاملة. وكتاش تكون هذه الحالة خاملة؟ عندما يكون S يساوي R يساوي واحد. والقلاب هذا RS نقدر ننجزه أيضا باستعمال البوابات المنطقية نور، بحيث يكون هذا المدخل هو R وهذا المدخل هو S. وكما ذكرنا من قبل بالنسبة للبوابات المنطقية نور، الأولوية تكون الواحد، بحيث إذا كان عندنا هنا واحد مباشرة هذا المخرج يساوي صفر، وإذا كان هذا صفر ما عندوش أولوية، إذا لازم نشوف المدخل الثاني، وهذا المدخل الثاني راهو في الصفر، إذا صفر وصفر يساوي صفر، متمم يساوي واحد، إذا كي يكون عندي R يساوي واحد و S يساوي الصفر، المخرج كي يساوي صفر، وفي التوفيقة هذه إذا نكتب وضع المخرج في الصفر، إذا هنا عندنا وضع في الصفر، نكمل التحليل تاعنا باستعمال البرمجية، إذا كي يكون عندي R يساوي واحد و S يساوي الصفر، المخرج يساوي الصفر، وهنا عندنا وضع في الصفر، نحط كل من S و R في الصفر، المخرج يحتفظ بالوضعية السابقة،
نحط اس في الواحد و ار في الصفر، إذن اس في الواحد و ار في الصفر المخرج يساوي واحد، وهنا عندنا وضع في الواحد، نحط اس و ار في الصفر المخرج يبقى محتفظ بالوضعية السابقة، وهنا نكتبو احتفاظ، وفي المخرج نكتبو كيو ان، وهنا نكتبو كيو ان لأن المخرج تحتفظ بالوضعية السابقة، والوضعية السابقة لكيو ان زايد واحد هي كيو ان. نحط كل من ار و اس في الواحد، وهنا المخارج تأخذ الوضع المنطقي صفر. لماذا؟ لأن الواحد عنده أولوية ومتمم الواحد هو الصفر. هنا أيضا عندنا واحد والواحد عنده أولوية على الصفر، إذن واحد متمم يساوي الصفر، ولهذا فإن المخرجين يأخذ الوضع المنطقي صفر، وهذه الحالة الخاصة للمخارج غير منطقية، ولهذا في هذه الخانة لا نكتب أي شيء، والملاحظة حالة ممنوعة. وممنوعة لماذا؟ لأنه منطقيا لا يمكن الحصول على كي يساوي الصفر، والمتمم تاع الصفر نلقاه هو أيضا يساوي صفر. والدرس تاعنا نكملوه بهذا النشاط، بحيث نحاولوا نلقاو حالة المخرج كي بدلالة كل من اس و ار. في البداية عندنا اس يساوي واحد، ار يساوي صفر، كي يساوي واحد، ولا هنا عندنا اس يساوي صفر و ار يساوي صفر. وفي الحالة هذه عندنا احتفاظ، واحتفاظ معناه مادام كي يساوي واحد يبقى محتفظ بهذه القيمة الى غاية اس يساوي صفر و ار يساوي واحد. هنا المخرج يغير الوضع تاعو وينتقل من واحد للصفر، لأنه عندما يكون عندنا اس يساوي صفر و ار يساوي واحد كي يساوي صفر، في هذا الحد عندنا اس يساوي صفر ار يساوي صفر، إذن عندنا احتفاظ، والقيمة اللي كانت عند كي من قبل هي كي يساوي صفر، إذن يبقى في الصفر. إلى هذا الحد عندنا اس يساوي صفر ار يساوي واحد، إذن كي يساوي صفر. في هذا الحد عندنا اس يساوي صفر ار يساوي صفر احتفاظ، إذن كي يبقى محافظ على القيمة تاعو اللي هي صفر. هنا عندنا اس يساوي واحد ار يساوي صفر، إذن هنا وضع المخرج كي في الواحد. في هذا الحد عندنا اس يساوي صفر ار يساوي صفر، إذن عندنا احتفاظ إلى غاية هذا الحد. هنا اس صفر ار واحد، إذن كي تنتقل من الواحد للصفر. هنا عندنا اس يساوي صفر ار يساوي صفر احتفاظ. هنا اس يساوي واحد ار يساوي صفر وضع في الواحد. وهنا وفي هذا الحد اس يساوي صفر ار يساوي صفر كي يبقى محتفظ بواحد، اذا في كل هذا المجال كي يساوي واحد. البونيس تاعنا في هذا الفيديو هو لقلاب ار اس باستعمال الدارة المندمجة 7400. هذا المخرج كي، هذا المخرج كي بار، هذا المدخل اس وهذا المدخل ار. هنا حطيت ار و اس في الواحد منطقي، والضاغطات هنا عوضتها بهذا الاسلاك لانه ما عنديش ضاغطات مغلوقة في حالة الراحة، بحيث هذا السلك الازرق يمثل المدخل ار، وهذا السلك البرتقالي يمثل المدخل اس. هنا اس و ار حطيناهم في الواحد. عندنا حالة ممنوعة، نحط الاس يعني البرتقالي في الواحد و ار نحطه في الصفر، إذن عندي كي يساوي واحد. نحطهم للزوج في الصفر راح يكون عندي احتفاظ، نحط ار في الواحد
و اس في الصفر عندي كي يساوي الصفر، نحط الاس والار في الصفر عندي احتفاظ، نحط الار في الواحد ونزيد نحط معاها الاس، في المخرج عندي كي يساوي كي بار، وهذه حالة ممنوعة. إذن هذا كي نحط ار في الصفر و اس في الواحد، وهنا كي نحطهم في الواحد وهنا كي نحط اس في الصفر و ار في الواحد.